السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم خاصة بعلاج البواسير الخارجية. كاين العديد من النساء ولا الرجال اللي كيعانيو من البواسير الخارجية، وكاين اللي كيعانيو من البواسير الداخلية. هذه الوصفة هذه خاصة بالأشخاص اللي كيعانيو من البواسير الخارجية. لابد أحبائي الأعزاء أنكم تجنبوا أنكم تصابوا بالإمساك، يعني تجنبوا الأطعمة اللي كتؤدي الإمساك، لأنه الأشخاص اللي كيكون عندهم البواسير يا إما داخلية ولا خارجية كيعانيوا واحد معاناة كبيرة بزاف. إذا كان عندهم الإمساك يتسبب لهم في النزيف. يا ريت أحبائي الأعزاء تراقبوا يعني التغذية وتكون عندكم صحية باش ما تعرضوش للنزيف اللي كيعاني منه العديد ديال الناس اللي عندهم البواسير الخارجية أو حتى الداخلية. هاد الوصفة هذه تاع اليوم اللي غنقدم لكم هي وصفة خاصة بالبواسير الخارجية. المكون الوحيد اللي غنحتاجو في هاد الوصفة هذه، غادي نحتاجو فيها زيت اللي تكون عندنا في المطبخ ديالنا، زيت نوار الشمس كيف ما كتشاهدوا، الزيت اللي كتكون كنطيبو بها، يعني زيت نوار الشمس او لا زيت عباد الشمس اللي كاع الناس كيعرفوا ضروري احبائي الاعزاء يكون عباد الشمس او لا نوار الشمس، يعني ما تكون شي زيت اخرى. هاد الزيت هادي عندها دور كبير في التخلص من البواسير الخارجية. طريقة ديال استعمال ديال هاد الزيت هادي، غادي نستعملوها على شكل مساج، ولا بد احبائي الاعزاء دائما تنظيف المنطقة اللي مصابة بالبواسير قبل ما نستعملوا الوصفة. هاد الوصفة هادي طريقة ديال استعمال ديالها، غادي نستعملوها يعني يوميا لمدة اسبوعين باذن الله، غادي تلاحظوا النتيجة اللي غادي تحصلوا عليها. طريقة ديال الاستعمال ديالها، غادي نستعملوها على شكل تدليك، يعني غادي ناخذ القليل من زيت عباد الشمس او لا زيت نوار الشمس، ناخذ منها القليل وندلكوا بها يعني البواسير برفق، يعني المنطقه اللي فيها البواسير ندلكوهم برفق لمده ديال 3 ديال الدقائق بالزيت. هذا الزيت هذه اللي كتكون عندنا في المطبخ ديالنا، ماشي الزيت الاخرى، ماشي زيت الزيتون، هي هذه الزيت كنطبخوا بها، هي زيت عباد الشمس او لا نوار الشمس اللي كيعرفوها يعني جميع الناس. طريقة سهلة ديال استعمال ديال هاد الزيت هادي، كيف ما ذكرت لكم، غادي ناخدو القليل من الزيت ونديرو مساج يعني برفق للبواسير الخارجية مدة ديال 3 ديال الدقائق، ونحاولو نكررو هاد الطريقة هادي على مدار اليوم، يعني نقدرو نديروها 3 مرات 4 مرات على حساب كل شخص. يمكن لكم ديروها حتى 5 مرات في اليوم على شكل تدليك لمدة 3 دقائق بزيت عباد الشمس او لا نوار الشمس لمدة اسبوعين باذن الله. هاد الطريقة هادي، هاد العلاج هذا اعطى نتائج مبهرة. العديد من الاشخاص استعملوا هاد الوصفة هادي وعطتهم نتائج جميلة بزاف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه هي وصفه فعاله، والمكون ديالها فهو في المتناول ديال الجميع، ومتواجد تقريبا في جميع البيوت ولا في المتاجر باثمنه بسيطه بزاف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي كيعانيو من البواسير الخارجيه باش يجربوا هذه الوصفه هذه، يعني يوميا نستعملوها لمده يعني كل يوم ندلكوا المنطقه ديال البواسير يعني 3 ديال الدقائق، ونكرروا هذه العمليه هذه 3 المرات 4 المرات حتى 5 المرات في اليوم لمده اسبوعين باذن الله، غادي تلاحظوا النتيجه اللي غتحصلوا عليها. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.